أنا متأكدة إنه هذا الفيديو الوحيد اللي رح تحتاجيه عشان تنظمي وقتك، لأنه هاي الطريقة رح تتناسب مع أي شخص ورح تساعدك تنظمي وقتك صح وتوصلي لأحلامك الكبيرة، حتى لو عندك كتير أشياء بتعمليها بيومك أو ما بحياتك التزمتي بتنظيم الوقت. أنا بستعمل نوشن. بنوشن بحط فيه الأهداف للشهر اللي أنا بدي إياها. هلأ أهداف الشهر أنا بعملها على أساس الأهداف العام اللي حطناها، ولساتني على نفس المثال اللي مشينا عليه الحلقة اللي قبل. هلأ مثلاً إحنا حكينا إنه بدنا نلتزم بالرياضة بالحلقة اللي قبل، هلأ نقدر نحط إنه نحنا بدنا نعمل workout مرتين في الأسبوع. نحنا نحكي كبداية، أوكي؟ حكينا إنه بدنا نطور مهاراتنا في الديزاين، نقدر إنه نحضر كورس كامل هيك لطول الشهر. ثالث إشي بدنا إياه إنه نعمل ديزاين لثلاث أشياء كل أسبوع، يعني كل أسبوع نعمل ديزاين لثلاث أشياء. رابع إشي حكينا عنه إنه بدنا علاماتنا تكون أحسن، فبنحكي get high marks. بعدين بدنا إنه يكون عنا مدخول، يكون عنا مصاري، فمنحط إنه start earning money online. أوكي؟ النوشن هون أنا شو عاملة؟ عاملة إنه في زي top 3 priorities، هدول الأشياء كل أسبوع أنا بحطها إنه بدي في ثلاث أشياء أساسية أنا هاي بدي أركز عليها. وطبعاً هذا الإشي كلياته على حسب الأهداف تاعت الشهر. بالشهر عنا أربع أسابيع، أوكي؟ خلال الأربع أسابيع هدول نحن بدنا نحاول نحقق هاي الأهداف، نعملها حقيقة، أوكي؟ هلأ مثلاً نحن نحكي إنه بدنا نعمل workout مرتين في الأسبوع، ونحكي إنه نحن لسه هلأ بدنا نبلش، فيمكن التوب priority تاعتك خلال هذا الأسبوع اللي هي workout، إنك فعلياً تلتزمي إنك تعملي workout خلال الأسبوع هذا. هذا هي البريوريتي الأولى. البريوريتي الثانية ممكن نحكي إنه ديزاين، إنه مثلاً نعمل ديزاين لأي إشي، هذا هو الديزاين أنا بدي أركز عليه، بدي أعطي وقت كتير كبير لإله. ثالث أولوية اللي هي يعني أقل أولوية بالنسبة للتانيين لكن لساتها أولوية، هي فقط مثلاً نعتبر إنها المصاري، إنه بدك تبلشي تتعلمي كيف to earn money online، تمام؟ فمن نحكي online income مثلاً، أوكي؟ تمام. هلأ خلال هذا الأسبوع أنا بيكون عندي هون بالنوشن تمبلت هاي الأيام تعون الأسبوع، وبكتب فيها شو بدي أعمل. إذا حبيتوا النوشن تمبلت هاي أنتوا أحرار إنكم ترجعوا تعملوا نفس التمبلت زي ما بدكم، وإذا حبيتها تكون جاهزة بتقدري تاخديها من اللينك الموجود بالدسكريبشن بوكس، أوكي؟ هلأ نحن عرفنا كيف نحدد الثلاث أولويات المهمة بناء على الأهداف تاعت الشهر، وعرفنا كيف نحدد أهداف الشهر من الأهداف الكبيرة اللي حكينا عنها. طب كيف ممكن نبلش ننظم وقتنا؟ هل إنه فقط نعمل نحن زي هيك to do list وبس؟ أنا شخصياً بشوف إنه to do list إشي أساسي وضروري عشان بتعطيكي نظرة عامة للأشياء اللي أنت بدك إياها زي هيك، لكن لازم تستخدمي إشي يفرجيكي بالضبط كيف الوقت. أنا شخصياً بستعمل جوجل كالندر. جوجل كالندر أو بنستعمله للتايم بلوكينج، هلا بفرجيك شو هو التايم بلوكينج. وهو هاي التقنية يعني أو تاكتيك بتستخدم لكتير من الناس، يعني كتير من الناس اللي عندها كتير شغل وسكيدجولز دايما مليانة بيستعملوا التايم بلوكينج، لأنه بيكونوا قادرين يشوفوا كيف يومهم مقسم بالضبط. أول ما تفتحي جوجل كالندر هيك بيكون، تمام؟ أنا شخصيا بحب إني أحدد أشياء معينة من يومي. هون إذا بتكبسي هون بتقدري تشوفي my calendars، بيفرجيكي هو عاملك already birthdays tasks أول إشي الكامل تاعك. نحنا بنقدر شو نعمل add calendar، بتكبسي على هاي اللي هون بتعملي create a new calendar، بتسميها في أشياء أساسية نحنا بحياتنا. أولها اللي هي self care. السلف كير ممكن تكون من ناحية إنه أنا والله باخد دش بهذا الوقت، أنا بنام بهذا الوقت، أنا مثلاً بدي أعمل شعري بهذا الوقت، فهاي أشياء أنا بعتني فيها بيومي بذاتي. الإشي الثاني اللي إحنا بنعمله هو بريكس، تمام؟ أنا باخد بريكس خلال اليوم من ناحية أكل مثلاً، أو بدي أعمل بريك بين الشغل أو الدراسة مثلاً. أنت عندك بريك اللي هي للجامعة، تمام؟ نكتب يوني، أو إلى المدرسة بتكتبي سكول. هاي الأشياء الخاصة للسكول، هاي الأشياء الخاصة للجامعة، يعني هذا هو ما بتغير نهائياً. إشي تاني كمان بتقدري تستخدميه اللي هو مثلاً إحنا حكينا بدنا نعمل إشي للديزاين، أنت كتير مهتمة في الديزاين، تمام؟ فبنعمل كالندر كاملة بس للديزاين، أنت هاي بس بدك تركزي فيها على أشياء الديزاين.
أو على أي إشي أنت حابيته. أوكي، ترجعي لهون، نرجع لهون، تمام؟ هلأ شو الحلو هون؟ إنه بتقدري تغيري الألوان مثل ما أنت بدك، أوكي؟ مثلاً بنقدر نخلي البريكس لونها مثلاً هيك، بتقدري تغيريها حرفياً زي هيك، أوكي؟ هيك بدنا نخلي لون البريكس. مثلاً الديزاين بنقدر نخلي لونه زهري، أو السيلف كير مثلاً بنقدر نخلي لونها، بنقدر نغير شوي عن اللون الأساسي بنحطه لافندر. التاسكس هون مثلاً هو حاطط لك تاسكس عشان تقدري تستخدمي جوجل تاسكس، هيو بيكون موجود على جنب. مثلاً هون التزام بالرياضة، بس بتعملي زي هيك وبتحطيه، هذا من التاسكس اللي هو هون، تمام؟ أنا شخصياً ما بحب إني أستعمله كتير، لكن إذا أنت حاسة إنه أنت بدك تستعملي بتقدري طبعاً، بس أنا رح أطفي لهلا. هون أنت عندك الساعات على جنب. أول شيء خلينا نبلش فيه اللي هو النوم. نحنا نحط الأشياء الأساسية اللي أنا دايماً بعملها، هاي أشياء يعني ما في مهرب منها، هاي أشياء أساسية. أولها النوم. مثلاً نحكي إنه أنت بتنام من الساعة 10 للساعة مثلاً 5، تمام؟ تكبسي هيك، بتحطي مثلاً sleep، أوكي؟ تكبسي على هون، بتحطي إنه من متى لمتى، تمام؟ هو من الساعة 10:30 مثلاً، إحنا حكينا إنه بدك تبلشي نوم الساعة 10 PM، تأكدي إنه أنت حاطة الإشي الصح. من العشرة PM لحديت الساعة، هون هو حاطط لك قديش ممكن يضل، نحكي أنت بتضلك للساعة 5، أوكي؟ 7 ساعات أو 5:30، 7 ساعات ونص، أوكي؟ شو بحط لك هون؟ Does it repeat? It repeats daily، يعني كل يوم أنت بتنامي، أكيد يعني هذا إشي أساسي. نحن شو بنغير هون الكالندر اللي نحن عملناهم من هون، بنغيرهم من هون، تكبسي عليها من هون ونحطها سيلف كير، تمام؟ هاي عناية بالنفس، هذا إشي أساسي. فبتقدري تشوفي كيف هو محدد لك أيامك، تمام؟ كل يوم من هاي الساعة لهاي الساعة أنت بتنامي. إذا بتيجي على جنب من هون بتشوفي الأسابيع اللي بعدها كيف رح تكون، بضل متكرر. إيش في إشي تاني مثلاً أساسي؟ نحكي مثلاً أنت بتروحي على الجامعة من الأحد للخميس كل يوم، تمام؟ حسب أوقاتك أنت، حسب محاضراتك أو حسب دوام المدرسة تقدري تحطي. أنا شخصياً كنت أصلاً أحط جدول الجامعة على الكالندر، يعني مثلاً كنت أعمل من الساعة 8 للساعة 9:30 عندي محاضرة فلانية، عندي المحاضرة هاي، بروح عند يوني بكتب مثلاً إنه عندي محاضرة مثلاً أنا كنت أخذ ألماني، فبحط إنه تريبيتس متى، بكبس هون بحط كاستم، تمام؟ إيش هي الأيام اللي بتتكرر فيها؟ إحنا كنا نأخذ ألماني تقريباً كل يوم، فبحط دن وسيف، هيك بتكرر كلياته لكل الأسابيع الجاي، وبتشوفي إنه كيف هو مكررها، مكررها من من الأحد للخميس، مش حاططهم يوم الجمعة والسبت. هلأ إذا أنت بدك تغيري ما بدك زي هيك تستعملي بكل سهولة عادي، بس بتكتبي مثلاً إنه يوني أنت دائماً مثلاً دوامك للجامعة بيكون من هاي الساعة لهاي الساعة، بيكون مثلاً من الساعة 8 لحديت الساعة مثلاً 2:00، تمام؟ أو 2:30، أوكي؟ تحطي سيف. شو هون لما بدك تغيري ما بتحطي this event إنه هو بس رح يغير بلوك واحد، لا، تحطي this and following events، يعني كل الايفنتس الجاي. مثلا انت بس بدك تغيري يوم الثلاثاء، نعتبر انه يوم الثلاثاء هاد دوامك رح يكون مش للساعة 2:30، لا، رح يكون بس للساعة 12 لانه مثلا المحاضرة التغت، فبتقدري تغيري لعند من هون بتحطي لعند الساعة 12، اوكي؟ بتحطي سيف. رح يسألك انت بدك تعملي الادت هذا، بدك تعملي التغيير على كل الايام ولا بس لهذا اليوم اللي هو يوم الثلاثاء، اللي مش كل أسبوع، بس يوم الثلاثاء للأسبوع هاد بتحطي فقط this event، تكبسي على بس this event ورح يتغير، رح تشوفي إنه الأسبوع اللي بعده عادي بضل زي ما هو. شو في إشي تاني 100% بتعملي؟ مثلا نحكي إنك أنت بتجهزي حالك كل يوم الصبح. أنا بحب أحط المورنينج روتين تاعي، يعني أنا كل يوم الصبح بصحى في عندي مورنينج روتين معين ببلش من الساعة 5 مثلاً، نحكي إنه بتصلي الفجر، بدك تقرأي قرآن، بدك تجهزي حالك لليوم، فبنحكي إنه أنت عندك من هون من هذا من هاي الساعة لهاي الساعة مثلاً من 5:30 للستة 5:45 أنت دائماً بتجهزي حالك، يعني عندك مورنينج روتين، تمام؟ واللي هو أنا بنصح فيه بشكل كتير كبير إنه يكون عندك مورنينج روتين تعملي فيه الأشياء اللي أنت بتحبي تعمليها عشان تتحمسي إنك تصحي كل يوم الصبح. حابة أنا أغير لونه، بغير من الجنب بس عشان يكون في فرق، تمام؟ بالألوان بالشكل. منحط هون مثل ما حكينا، بنعمل إنه كاستم بتكرر مثلاً كل يوم، نحط ده
أنسب، أوكي؟ بيعمل لك إياهم. هلا هو ما عمل هون لأنه أنا ما كبست من هون، بس عادي بكل سهولة بتكبسي زي هيك، تعملي دوبليكيت، تعملي سيف. أوكي. This event. This and following events. مثلا بدك تجهزي حالك للجامعة، بدك تلبسي، تحطي مثلا، أنا بتلبسي مثلا بياخد منك تقريبا نص ساعة زمن إنك تلبسي. Get ready. أوكي. برضو كمان هاي self care، نحط get ready. وهون مثلا بهذا الوقت انت بتروحي فيه على الجامعة، بتسوقي فيه للجامعة، او انك بتروحي بالباص، او اهلك بيوصلوكي، او اي اشي. نرجع لعند المونثلي جولز تاعنا، تمام؟ انا رجعت عند نوشن، بشوف انا بدي اعمل ورك اوت مرتين في الاسبوع، تمام؟ هذا اللي انا حابة اني اعمله، وخلال هذا الاسبوع انا حابة اني اعتني في حالي، تمام؟ انا حابة اني اعتني في حالي من ناحية الورك اوت. شو برجع بسوي؟ بحكي أنا لازم أحدد يومين، هدول اليومين خلال الأسبوع لازم أعمل فيهم workout، ما بقدر إني أعمل skip لهم، خلاص هدول يومين. هلا بتقدري تحددي يا إما إنك تعملي workout الصبح اللي هو هون بهذا الوقت مع morning routine، أوكي؟ أو إنك بس تروحي من الجامعة مثلا، تحكي انا بدي من الساعه، يا اما تروحي على الجيم دايركتلي، او اذا انت بتعملي ورك اوت بالبيت عادي بتقدري تحكي مثلا اوكي انا بدي نص ساعه زمن عبل ما اروح، بتاخدي بتاكلي لك سناك على السريع قبل الورك اوت، تحكي انا بدي اعمل ورك اوت بس لمده ربع ساعه مثلا، اوكي؟ انت اولها بدك تعملي ورك اوت هدول ربع ساعه، اوكي؟ فبتكتبي ورك اوت، برضو هدول تعتبر سيلف كير، تمام؟ تحكي مثلاً أنا بدي كل أحد وكل ثلاثاء إني أعمل workout. بهيك نحن هشو عملنا وقت لليومين وعرفنا متى بالضبط، فمستحيل هلأ إلا إذا كان في ظرف خارق جداً يعني، أو ظرف طارئ اللي يخليني أبعد عن workout وما أعمل workout بهذا اليوم إذا اضطرت. لكن هاي هم ربع ساعة بهذا اليوم ومش ماخذ مني كتير وقت، يعني كلاتهم ربع ساعة من الساعات اللي مكفيتني طول اليوم، وهذا الاشي رح يفيدني، وبنفس الوقت عم بكون عم بحقق الهدف اللي أنا بدي إياه لهذا الشهر. أوكي، نحنا حددنا مثلاً watch one design course، برضو بتقدري تحددي متى أنت حابة، متى الوقت اللي أنت عندك إياه فاضي إنك تحضري design course، لنعتبر إنه أنت بدك خلال الأيام خلال أو بعد الworkout خلص بدك تاخدي لك بريك مثلا لحد الساعة 5، تمام؟ بنحط بريكس. هلا انت عندك لانش بريك مثلا، بعد اللانش بريك انت حابة انك تبلشي دراستك، اوكي؟ خلي فاضي هذا، انت منحدده بعدين، لكن احنا بنحكي الاشياء الاساسية. هلا انت حابة تحضري ديزاين كورس هذا الشهر، وحابة انك تعملي ديزاين لثلاث اشياء خلال الاسبوع، واتش كورس. احنا حكينا بدنا نحضر هذا الكورس، رح نحضره خلال 3 أيام بالأسبوع، فبنحضره مثلاً كل أحد وثلاثة وخميس نحن بنحضر هذا الديزاين كورس، أوكي؟ ومثلاً أنت حابة تعملي ديزاين لثلاث أشياء في الأسبوع، فبنحكي أنا أوكي أنا رح أعمل من هاي الساعة بعد اللانش كورس، خلص أنا في عندي هاي ساعة الديزاين، رح أحضر ساعة يوم الأحد والثلاثاء والخميس رح أحضر كورس، ويوم مثلاً الاثنين والأربعاء والسبت رح أحضر فيهم، رح أعمل فيهم ديزاين، تمام؟ عملنا هون أنت رح تحضري كورس، وهون رح تعملي ديزاين لإشي هذا الشهر أنت هيك حابة الروتين تاعك يكون. بنرجع للأهداف اللي أنت حبيتها لهذا الأسبوع، هذا الأسبوع أنت حابة تركزي على الوركاوت، نرجع على الكالندر نحكي أوكي ماشي أنا حاطة الوركاوت عندي أموري تمام، رح أركز فيه وما رح أترك الوركاوت نهائيا، رح أحاول أكل أكل صحي، أوكي؟ تاني إشي نحن مركزين عليه هذا الأسبوع اللي هو الديزاين. Perfect. أنا حطيت الديزاين، إحنا فعلياً مركزين على الديزاين بشكل كتير كبير خلال هذا الأسبوع، لأني أنا عم بحضر كورس ثلاث مرات بالأسبوع، وعم بعمل ديزاين لأشياء ثلاث مرات في الأسبوع، فأنا كتير مركزة على الديزاين. ثالث إشي مثلاً أنت حابة تركزي على الأونلاين إنكم هذا الأسبوع تحكي أوكي ماشي تمام، هذا الأسبوع أنا بدي أفهم كيف بدي أعمل أونلاين إنكم، بتطلع مثلا بحكي اوكي ايش المكان اللي انا عندي اياه فاضي والوقت اللي انا بقدر اشتغل فيه. نحكي مثلا يوم السبت مثلا من الساعه 9 للساعه 11 انا حابه اتعلم عن الاونلاين انكم، تمام؟ فبنحطها بندرجها تحت تاسكس، بنحط اونلاين انكم،
بنحط يس. خلص يوم السبت أنا رح أشتغل من الساعة 9 لل 11 عن الأونلاين إنكم. مثلا أنت عندك دراسة، عندك مشاريع بدك تعمليها، عندك أشياء لازم تسويها، في ناس لازم تحكي معاهم، ناس لازم تقابليهم مثلا، It's okay عادي، هاي الأشياء كلها بتقدري تحطيها كل أسبوع. أنا شخصيا بحب أني أحدد الأسبوع كامل، يعني بحب أحط كل التاسكس تاعون الأسبوع كامل. نعتبر أنه أنت عندك امتحان يوم الخميس، على فكرة بتقدري تحطي هون، بتكبسي هون، تحطي مثلا عندك إكزام، تمام؟ بتغيري هون وبتحطي يوني لأنه أنت عندك إكزام بهذا اليوم، وأنت بدك تبلشي تجهزي لحالك للامتحان هذا من يوم الأحد. أوكي كيف بدي ألحق، كيف بدي أسوي؟ عادي، ما في داعي إنك ما تحضري الكورس أو إنك تعملي ديزاين لهاي الأشياء إلا إذا حسيتي الوقت كتير مضغوط وما بتقدري. أوكي نحكي إنه أنتي دارس المادة أوريدي من قبل، تمام، وحابة إنك تبلشي تقسمي لها وقت أو مش دارسيتها، تمام، حسب ما أنتي بتعرفي حالك وخبرتك مع حالك تحكي مثلا أوكي أنا رح أكون صريحة مع حالي، رح أقدر أدرس بس من الساعة 6 للساعة 8، أنا ما رح أقدر أدرس أكثر من ساعتين. أوكي It's okay. بتحطي هيك، بعدين بتغيري بتحطيهم عن تاسكس. مثلا انت عندك تسليم لمشروع معين، بتحكي مثلا work on. هلا انا شو بعمل، انا بسوي زي هيك، بحط بروح عند هون بحكي اوكي انا عندي بدي ادرس الامتحان، فبكتب هون study the exam، تمام. ايش اشي تاني انا عندي اياه، بدي احضر الكورس، تمام، watch course. مثلا بدك ترني على صح على صاحبتك، call your friend. مثلا امك كان حكيت لك انه بدي اياك تساعديني بهذا الاشي، تمام، help mom، تمام. تقدري بتحكي لك ايش هو الاشي مثلا اللي هي بدك تساعديها فيه. يمكن ما حددت لك موعد، ومش ضروري تحدد لك موعد، بس انت كوني حاطه بدماغك انه انت بدك تساعدي امك بهذا اليوم بهذا الاشي المعين اللي هي طلبته منك، تمام. وهيك انا بحدد طول الاسبوع، يعني كل الاسابيع بحددها بهاي الطريقه وبحط التاسكس هدول وبجهزهم خلال الاسبوع كامل كامل بجهزهم، يعني بكون كاتبة هاي الأشياء في يوم معين عندي إياه بالأسبوع اللي هو بيكون بصراحة بالعادة يوم السبت، فبحط plan your week. أوكي كل يوم سبت رح ينعاد إني أعمل planning للويك تاعي. أوكي خلص هذا الإشي أساسي. فبالمختصر نحن منروح عند الأهداف الشهرية، تمام، بشوف أنا شو الأشياء اللي أنا حابة أعملها وبحاول أعملها كأشياء أسويها وعادات أعملها خلال الأسبوع، تمام؟ وبقدر أحدد هذا الإشي وأحدد لها وقت عن طريق استخدام الجوجل كالندر. هذا هو التايم بلوكينج، لأنه زي ما شايفين فيه هون بلوك زي هيك إشي طوبة أو زي هيك مربع كامل، هذا خلص هذا هو الوقت اللي أنا عم بشتغل فيه، هذا هو الوقت اللي أنا عم بعمل فيه. فبقدر أشوف إيش هي الأماكن الفاضية هاي، والله أنا عندي وقت مثلا أني أحكي مع صاحبتي هون، أنا عندي وقت مثلا أني أساعد ماما هون، عندي وقت أني أسوي الإشي اللي أنا حابة أعمله أنه هون. فكل هذا الإشي بجهزه أنا أول الأسبوع وبكتب بالضبط شو الأشياء اللي أنا حابة أعملها. ولازم تحددي لإلك يوم بريك، مثلا أنا يومي البريك يمكن يكون يوم الجمعة، هون عند نوشن برجع بشوف عند فرايدي بقوم التاسكس بحط بريك داي. اوكي وعلى هذا الاساس انا بمشي اسبوعي. شو هذا الاشي رح يساعدك تعملي؟ رح يساعدك انك تخلي اهداف الشهر قادرة انك تعمليها، يعني انت مخليت لها وقت انك تعمليها، واللي هي اهداف الشهر هاي اصلا تتوافق مع اهدافك اللي انت حابه تحققيها ل 2025. فانت مش بس بتحلمي الهدف وبتحكي انا بدي اعمله بدون ما تحددي له وقت، لا نحن هيك بنحدد له وقت وبنخطط له كمان. في شيء تاني لازم تحطيه في دماغك اللي هو انه احيانا في اشي رح يصير معك بيوم من الايام، مثلا لا سمح الله يصير في اشي، الا ما يصير في اشي يوم انت تعبانه مش قادره تشتغلي، ما قدرتي تعملي هذا الاشي، ما قدرتي تشتغلي على هذا المشروع بهذا اليوم، جد كان ظرفك مش قادره كتير تعبانه ومو قادره، خلص خرب اليوم ما بزبط. لا عادي بكل بساطه عادي بتحطي مثلا مش مشكله بشتغل على هذا الاشي بكره، مثلا انا بكره عندي وقت زياده هون بعد الجامعه بشتغل عليه هون، تمام، اتس اوكي عادي
ديزاين ما رح أقدر أعمل ديزاين لأي إشي بهذا اليوم، أو إذا أنا حابة أعمل ديزاين عشان بدي ألتزم بالهدف اللي أنا حطيته، it's okay، بحطه هون بغيره، بس بحط this event وبغير هذا الإشي وخلص. هاي أنتي هذا اليوم أنا تعبانة، أنا شو بحب أحط؟ بحب أنه أحط أنه أنا كنت مثلا تعبانة، I was sick مثلا، عشان هيك ما اشتغلت على هذا الإشي. لأنه لما أرجع للأسابيع اللي قبل بقدر أشوف بسأل حالي ليش ما اشتغلت بهذا اليوم، بكون ناسي جد أنا ليه ما عملت هيك، بعدين بتذكر أنه أنا كنت تعبانة، أو مثلا صار ظرف، أو انشغلت، أو أي إشي ممكن يصير، وهي حياة، إشي طبيعي كتير. بس أهم إشي بعد ما يخلص هذا اليوم وخلص راح اليوم وما قدرتي عليه، إنك تقدر ترجع اليوم الثاني. لو كانت مرضتك والله يعافيكم يا رب مرضتك طويلة، مش مشكلة، بتقدري تغيري كل هاي الأشياء وتعملي لها ريسكيدجولينج بالأسبوع اللي بعده. بالأسبوع اللي بعده تقدري تحطي هاي الأشياء بسهولة، تقدري ترجعي تحطيها كمان مرة عادي. هذا هو التايم بلوكينج، وجربوا وشوفوا إذا أنتوا رح يناسبكم ولا لا. في إشي صراحة رح أنصحك فيه، إنه ما تبلشي دغري تعملي كل إشي بالضبط، لا، أنت بس حطي الأشياء الأساسية اللي أنت متعودة إنك تعمليها، مثلا موعد النوم، وإنه أنت بتروحي على الجامعة، أوكي؟ شوفي كيف أنت بدك تبلشي تحطي دراسك، يعني جربي التايم بلوكينج هاي، جربي هاي الطريقة خلال الأسبوع عشان تشوفي كيف رح تكون، جربيها وشوفي كيف إيش رح يصير معاك، تمام؟ وأنا متأكدة إن شاء الله أنك رح تحبيها. هلا ممكن حدا يحكي إنه كتير أنا هيك ملتزمة بالوقت وما في flexibility، ما في مرونة، إنه كيف ليش هيك؟ بس أنا رح أحكي لك إنه أهدافك اللي أنت حطيتها الكبيرة اللي أنت حابة تحققيها، أهداف الشهر هاي ما رح تتحقق طول ما أنت بتحكي إنه مش لازم أكون هالقد جدية. لا، اشتغلي من هلا على حالك وبعدين عشان ترتاحي، وكلياته رح تلاقي ثماره. بالإضافة لأيام البريك، أنا صراحة باخد يومين بريك، باخد يوم الخميس ويوم الجمعة، تمام؟ لكن أنا بعرف في ناس مثلا عندها جامعة، في ناس عندها شغل، يمكن ما بتقدر إنها تاخد البريك ليومين. فأنتي شوفي شو الإشي اللي بيريحك، شوفي شو الإشي اللي بيحدد لك وقتك بطريقة مريحة، وصيري جربي، يعني كل أسبوع صيري جربي وشوفي كيف يعني كيف كان يومك، كيف كان أسبوعك، شو الأشياء اللي أنتي بتتمني إنك تعمليها، وإيش الأشياء اللي تمنيتي إنك ما عملتيها، وصيري زبطي على أساسها. إذا حبيتوا الويكلي أجندة هاي بتقدروا تاخدوها من اللينك الموجود بالدسكريبشن بوكس، أو بتقدري ترجعي تعمليها كمان زي ما هي على نوشن. وإذا ما بتحبي الأشياء الديجيتال، بتحبي أشياء فيزيكال، أنا صممت لكم ويكلي أجندة بتقدري تطبعيها على ورق عادي من المكتبة، ورح يطلع شكلها كتير كتير حلو. بتقدري تستخدميها، واستخدمت نفس الأشياء فيها top priorities، وفيها أيام الأسبوع ونوتس وأشياء تقدري تعمليها للأسبوع الجاي. أنا كتير مبسوطة أني جزء من رحلة التغيير تاعتك. ضلك مآمنة بالله وبحالك، ورح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي. مع السلامة.